السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم إلى ما يحبه ويرضاه. شيخنا، هناك شخص يدعي أن الإسلام ليس هو القرآن والسنة، ليس هو القرآن والسنة، وسأرسل لك مقطعا من صوته مسجلا بلغة صنهاجة أو بلغة الطوارق بالأحرى، وأريد منك جوابا شافيا كافيا بأدلته من القرآن والسنة وكلام العلماء علماء الأمة. جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم وحفظكم لنا وللأمة قاطبة. شكرا شيخنا. ادي ورقة القرآن للسنة، ادي القرآن صفتنا الله، ادي مريمه صفتنا الله، امودنا كريمه صفتنا الله، القرآن مرنا صفتنا الله. تقرأ غادي ما ورتو تقري من دغنا وقرون تسلولي القرآن صفتنا الله والقديمة اي موس كلام الله. امار ندي امودنك نظومنك من دي الصفتين لك كي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أفهم شيئا من كلامه، ولكن من زعم أن هذا القرآن والسنة غير الإسلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. فما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن والسنة، وقد أنزل الله عليه هذا القرآن وهو محفوظ، عصمه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل، وقال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك علمه الحكمة وهي السنة، وأمره ببيان القرآن فبينه بسنته، فقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي هذه السنة. فالسنة بيان للقرآن، وهي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال في الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد لهذه الأمة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس لهذه الأمة رسول سواه، وقد انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل موته ب82 يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لقد أكمل الله الدين لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا معرفة للإسلام ولا طريق لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا بهذا الوحي المنزل من عنده كتابا وسنة. ومن ادعى طريقا آخر إلى الله يتعلم به دينا غير هذا الدين، أو يأخذ به الأحكام، أو يتصل به بالرب جل جلاله من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ليس من المسلمين ولا يدفن معهم ولا يحشر معهم. ومن
كان من المسلمين فإنه يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وهذا الذي يسأل عنه المسلمون في قبورهم، فإنهم يسألون: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاهن هاه، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلا ريب في أن الدين عند الله والإسلام، وأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الكتاب والسنة، وأن هذا هو الطريق الوحيد للاتصال بالله، والطريق الوحيد لتلقي دينه، والطريق الوحيد لمعرفة الإسلام هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما فيهما. فما فيهما من الأحكام هو المنتسب للدليل الأقوى وهو الوحي، والاجتهاد بابه مفتوح، وأهل العلم يأخذون من الكتاب والسنة ما وفقهم الله له بأفهامهم، وكذلك إجماع الأمة معتبر، وما سوى ذلك من الأوهام والدعاوي لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.